السلام عليكم. كثير عم يوصلني أسئلة واستفسارات عن كيفية زيادة الوزن وأسباب النحافة، لهيك اليوم إن شاء الله رح أحكي لكم 10 طرق سهلة وبسيطة تقدروا تتبعوها حتى يزيد وزنكم بشكل صحي وسليم. في البداية خليني أشرح لكم نظرية الجسم في زيادة أو خسارة الوزن. بيخسر الإنسان من وزنه إذا كانت السعرات الحرارية اللي بياخدها من أكله أقل من السعرات الحرارية اللي بصرفها في الحركة خلال اليوم، وبيكسب الجسم وزن إذا كانت السعرات الحرارية اللي بيأكلها أكتر من اللي بيصرفها طول اليوم، بالتالي بصير عنده مخزون من الدهون المتراكمة وزيادة في الوزن. لذلك إذا كنت أنت شخص نحيف لكن بالمقابل شهيتك مفتوحة للأكل، ما بتعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية، بتقوم بمهامك اليومية بنشاط وحيوية، فغالبا سبب النحافة عندك بيكون الحركة الزائدة. لهيك بنصحك أنك تخفف من الحركة الزائدة وبالمقابل تمارس رياضة الأوزان حتى تكبر حجم العضلة، ولتحصل على نتيجة أفضل حاول بعد كل تمرين أنك تأكل وجبة غنية بالبروتين لتساعد على بناء العضلة. أما إذا كنت من الأشخاص اللي عندهم شهية قليلة للأكل وبيعانوا من ضعف وهزول في الجسم أو شحوب في الوجه، فبنصحك بمراجعة الطبيب حتى تتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية أو خلل بالغدد أو نقص في الفيتامينات. قبل ما أبدأ أحكي لكم عن طرق زيادة الوزن، بدي أحكي لكم أنه زيادة الوزن أصعب بكتير من إنقاص الوزن، لهيك الموضوع بحتاج منكم للصبر. شغلة تانية بدي أحكي لكم إياها، أنه الأشخاص النحاف بيكونوا بالعادة متعودين على كميات قليلة من الأكل، لهيك لازم يراعوا زيادة الأكل تدريجيا حتى ما يصير عندهم مشاكل بالهضم أو آلام في المعدة. أول طريقة من طرق زيادة الوزن هي أنه ناكل وجبات اللي بتحتوي على سعرات حرارية عالية لكنها في المقابل ذات حجم صغير. مثال عليها تناول البيض المقلي المضاف عليه الأجبان، أو سندويشات العسل أو المربى مع القشطة أو الزبدة أو زبدة الفول السوداني. الطريقة الثانية هي أنه نشرب عصير الفواكه أو الكوكتيل بدل من أنه ناكل الفواكه مثل ما هي، لأنه لو إجينا نعمل عصير برتقال مثلا، فالكوب الواحد من عصير البرتقال بحتاج 3 حبات برتقال وبنشربه بكل سهولة، لكن في المقابل ما حدا بيقدر يأكل 3 حبات برتقال مرة واحدة. كمان ممكن نشرب كوكتيل، فبنعمل مثلا كوكتيل موز مع حليب وبنحليه بالعسل. كمان من الطرق اللي بتساعدنا بزيادة الوزن هي شرب الحليب أو اللبن أو الزبادي كامل الدسم. لو اجينا نقارن بين الحليب كامل الدسم والحليب الخالي الدسم، بنلاقي انه كوب من الحليب كامل الدسم بيحتوي على 150 سعرة حرارية منهم 8 جرام دهون، بينما نفس الكوب من الحليب خالي الدسم بيحتوي فقط على 90 سعرة حرارية منهم بس 3 جرام دهون. ايضا الحليب الكامل الدسم بيكون بيحتوي على الفيتامينات والمعادن الكاملة، على عكس الحليب قليل الدسم اللي بيكون خسر جزء كبير من هالفيتامينات والمعادن أثناء عمليات فصل الدهون. من الأشياء كمان الصحية اللي بتقدروا تعملوها إنكم تحلوا أكلكم دائما بالعسل بدل السكر، لأن العسل مادة طبيعية بتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم على عكس السكر الصناعي. أيضا بنصحكم بتناول 7 حبات من التمر يوميا، وخاصة التمر اللي حجمه كبير بزيد وزنكم بيساعد على فتح الشهية. كمان بنصحكم بتناول المكسرات وخاصة النية وغير المملحة يوميا، كونها بتحتوي على دهون غير مشبعة وعناصر غذائية مفيدة جدا، ومن أهمها الأوميجا 3. أيضا الفاكهة المجففة، فبالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية إلا أنها ذات قيمة غذائية عالية جدا. أما الطريقة الثامنة أنكم تبدأوا دائما بالطبق الرئيسي وتأجلوا السلطات والشوربات للآخر، لأنه لو بلشتوا بالسلطة والشوربة رح تشعروا بالشبع وما رح تقدروا تاكلوا الصحن الرئيسي كامل. نفس الشيء ما تشربوا المي أو العصير قبل أو خلال الوجبة، لأنها أيضا رح تعطيكم شعور بالشبع. النصيحة العاشرة والأخيرة اللي بعطيكم إياها، إنكم تستبدلوا الخبز العربي الصغير بالخبز المشروح أو خبز السمون، لأنهم بيحتوي على سعرات حرارية أعلى بكتير من الخبز العربي.
بتمنى انكم تقدروا تستفيدوا من هالطرق والنصائح لزيادة وزنكم والتخلص من النحافة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير لقناتي، وبتشرف بتواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.